السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة جايين نتكلم عن نبات الناس للأسف يعني مش بتستخدمه، رغم ان هو مفيد جدا في انتاج البيض. عشبة هي طبعا خضراء، لكن لما تيجي تتحصل عليها لو هتجيبها هتجيبها من العطار وهتبقى مجففة وناشفة، مش هتبقى خضراء. لكن العشبة اصلا خضراء، ولو اخدتها زي ما هي خضراء هيبقى تأثيرها اقوى بكتير جدا طبعا، لان لما بيتم تكفيفها تأثير بيقل. لكن بشكل عام النبات ده او العشبة دي من اقوى الاعشاب لزيادة انتاج البيض، وده لانها بتحتوي على فوائد كتيرة وعناصر غذائية مختلفة ومتنوعة. محتاجين نتكلم عنها بالتفصيل علشان نعرف ليه دي تحديدا مهمة في زيادة انتاج البيض، وازاي نقدر نستخدمها عشان ناخد اكبر فايدة منها. قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو، اشترك في القناة، فعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. النبات بتاعنا النهاردة او العشبة بتاعتنا النهاردة غنية بفيتامين سي. فيتامين سي ده يا جماعة من أساسيات إنتاج البيض في الشتاء. يعني إيه؟ يعني أنت دلوقتي في فصل الشتاء، فصل البرد، فصل التغيرات الجوية، فصل الطيور بتبقى بردانة ومتكتكة الصبح وبالليل، يعني هي معرضة في أي وقت إن هي تجيلها نزلات برد. ففيتامين سي لو عايز تجيبه بأرخص تكلفة عليك بالعشبة بتاعة النهاردة. ما مش هتقعد تجيب برتقان بقى والكلام ده كله، لا، عايز فيتامين سي تاخد هذه العشبة، تأثيرها فعال جدا على الطيور، هتحمي الطيور من نزلات البرد، تعمل وقاية، وكذلك تعالج الطيور من البرد. تعالج الطيور من البرد يعني ايه؟ لو الطائر عنده اي يعني مشكلة كده، كحة، طشمة، خرخشة، اي حاجة كده بتصدر اصوات من جسمه، تمام، فعلى طول تعمل ايه؟ على طول تروح انت وتجيب هذا النبات وتستخدمه بالطريقة اللي هقولك عليها، هيعالج كل المشاكل دي وهيعمل وقاية كمان ضدها بعد كده. فمهم جدا ان انت تاخد النبات ده عشان تديه للطيور، علشان خاطر ايه؟ هيديهم فيتامين سي، وفيتامين سي من اهم الفيتامينات في فصل الشتاء. من اهم الفوائد الموجودة في هذا النبات برضو ان هو مليان بمضادات الاكسدة. دايما النباتات اللي فيها فيتامين سي والفواكه اللي فيها فيتامين سي بتبقى مليانة بمضادات الاكسدة. مضادات الاكسدة دي تعمل ايه؟ مضادات الاكسدة دي بتحوش الالتهابات من جسم الطائر كله، يعني بتخلي جسم الطائر كده صافي من الالتهابات، اعصابه هادية، ما عندوش اي مشاكل، تمام، ما عندوش اي مشاكل عضوية، ما عندوش اي مشاكل في المعدة، ما عندوش اي مشاكل في الجهاز التنفسي، يعني بتخلي الطائر هادي من الالتهابات. وهدوء الطائر من الالتهابات بيعلي الخصوبة بشكل كبير جدا، وعلو الخصوبة يعني زيادة في الانتاج بشكل مباشر. ده له علاقة كمان بالدورة الدموية، له علاقة بضخ الدم او حركة الدم والكلام ده كله، ضغط الدم في جسم الطائر، تمام، فله علاقة بحاجات كتيرة موجودة في جسم الطائر. فمن المهم ان انت لما تيجي تستخدم هذا النبات تكون حاطط في الحسبان ان هو هيظبط الخصوبة وهيعلي الخصوبة، بحيث ان انت ايه؟ بحيث ان انت تستفيد منه على كل الاصعدة. ولو في يوم من الايام حسيت ان خصوبة الديوك او خصوبة الفراخ البياضة قليلة، على طول تستخدم هذا النبات، هيكون فعال جدا جدا جدا، لانه مليان بمضادات الاكسدة اللي بتعمل كل المفعولات دي. طيب ده بالنسبة لموضوع ان هو كمان مليان مضادات الاكسده. طبعا النبات ده يا جماعه اسمه القراص، او بعض الناس بتقول عليه الحريكه او القريص، يعني له كذا نطق يعني، تمام، بس انت لو بحثت عن القراص على الانترنت هتلاقيه. من فوائده برضو عشان نبقى واضحين في الصوره ان هو بيعمل ايه، ان هو بيخلي شهيه الطائر مفتوحه، يعني بيخلي الطائر عنده القدره ان هو ياكل اكتر واكتر واكتر. انت بقى تتحكم في نوعيه الاكل، انت كمربي تتحكم في نوعية الاكل، انت تديله الاكل اللي يفيده، لكن هو شهيته هتتفتح بسبب هذا النبات. لازم تكون عارف ده، شهيته هتبقى بشكل ايجابي مختلفة تماما عن ما قبلها، تمام. تقدم بقى انت بروتين بنسبة متوازنة، تقدم كربوهيدرات بنسبة متوازنة، تقدم كالسيوم بنسبة متوازنة، تعمل عملية توازن
توازن ما بين العناصر الغذائية المختلفة اللي بتدخل جسم الطائر. ده هيساعد ايه؟ ده هيساعد الطائر بشكل كبير ان هو ايه؟ يزود الانتاج بتاع البيض، ويزوده كمان اضعاف واضعاف، لان هو بيعلي الخصوبة. النبات ده بيعلي الخصوبة بشكل كبير، سواء عند الديك او عند الفرخة. وعلى ذكر الخصوبة، هو بيعلي نسبة البيض المخصب بالضرورة. فلو انت عندك برضو مشكلة في ان البيض بيطلع نسبة كبيرة منه، او نسبة حتى قليلة رايقة ما فيهاش بذرة ما فيهاش روح، تستخدم هذا النبات بشكل مباشر. ما تدورش على اي نبات تاني، لانه فعلا من اقوى النباتات والعلاجات، تمام؟ ومش بس للطيور على فكرة، كمان هو للبني ادمين، في كل الفوائد دي هي بالنسبة للبني ادمين، طبعا بما يناسب الانسان. فله فوائد يعني كتيرة، ومحتاجة حلقات والله عشان نتكلم عنها. لكن باختصار يا جماعة، هذا النبات سحر، سحر رباني. طبعا انت من الصعب انك تلاقيه اخضر، الا لو رحت المناطق اللي بتزرع فيها. المناطق اللي بتزرع فيها ممكن تلاقيه اخضر فيها، وتلاقيه زي الفل وما فيهوش اي مشاكل، مش جاف يعني، مش فاقد المية اللي فيه. لكن انت لو عايز تجيبه، هتجيبه منين؟ هتجيبه من العطار. والعطار ده بكل بساطة ماله؟ العطار ده هيدي لك النبات ده جاف، عشبة جافة مطحونة، او حتت صغيرة اوراق مطحونة، تمام؟ طيب دلوقتي احنا عايزين نستفيد بيه استفادة كبيرة. في طريقتين لاستخدام هذا النبات، طريقتين. الطريقة الاولى ان انت تجيب معلقة صغيرة من المطحون بتاعه، تمام؟ او لو بعد ما تطحنها تبقى معلقة، تحاول توزنها بقى وتاخد معلقة لو هو اوراق صحيحة او قطع اوراق، المهم ان هي معلقة صغيرة من المطحون بتاعه، تمام؟ تاخد المعلقة دي وتغليها في شوية مية صغيرين، وبعد كده تحط الخلاصة بتاعتها. طبعا لازم لما تغليها تكون مغطيها كويس، تمام؟ تكون مغطي العبوة اللي بتغلي فيها كويس. ليه؟ علشان الزيوت الطيارة واي فايدة في هذا النبات ما تضيعش، ما تطرش منك. فبعد ما تغليها كويس، تمام، هتعمل ايه؟ هتاخد الخلاصة بتاعتها بعد ما تهدى وتبرد، وتحطها على السقاية اللتر، السقاية اللتر الواحد، تمام؟ وبعد ما تحطها على السقاية اللتر واحد، انت كده عملت ايه؟ خدت الخلاصة بتاعتها في السقاية. تروح بعد كده تقدم المية دي للطيور بتاعتك، تمام؟ تقدم المية دي اللي فيها الخلاصة للطيور بتاعتك، وهتلاقي الفايدة كلها. في ناس بقى بتعمل طريقة تانية ايسر شوية، لكنها هتخليك تبيت القريص ده او القراص من بالليل لحد الصبح، وتنقعه في اللتر مية مباشرة. اللي هو تجيب الخمسة جرام دول المطحونين وتنقعهم في المية مباشرة، برضو تغطيهم عشان النقع يبقى كويس. ويفضل طبعا يتم النقع في التلاجة، عشان التلاجة بتساعد في هذه العملية. وبعد ما تخلص الموضوع ده، هتطلع من التلاجة وتخليه يهدى شوية ويدفى شوية، تدفيه بأي شكل وتقدمه للطيور. ده كان الفيديو. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، اشترك في القناة، تفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، ونشوفك على ألف خير في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.